نفس والوالدين والغير. في ثلاث لعيبه في النادي الاهلي العين عليهم، فاكرين لما قلت لكم ان في تقارير بتتابع الاخوه في التسع لعيبه المحترفين بجانب الخمسه الناشئين اللي موجودين في معارين بره؟ في ثلاث لعيبه الكل بيرشحهم للعوده، وقالوا لي المستر بيتسو موسيماني شوف انت عاوز ترجع مين. اول هؤلاء اللعيبه هو باجي اللي في اميان الفرنسي، اللي اميان الفرنسي بعت عرض رسمي، بعت عرض رسمي قال لك ايه؟ قال لك ان لحظه، بعت عرض رسمي قال لك على موضوع ان احنا عايزينه بمليون و800 الف دولار. مليون و800 الف دولار، قال لك عاوزين باجي بمليون و800 الف دولار. وبالتالي هذا الرقم رقم كبير، ورقم يعوض النادي الاهلي عن شراء باجي ماشي كويس جدا مع ايمان الفرنسي اللي بيلعب درجه ثانيه، وواحد من اللي بينافسوا على لقب الهداف في الدرجه الثانيه. ماشي الحال؟ ف لحظه، فالنادي الاهلي اتعرض الثلاثه على مستر بيتسو موسيماني ماشي، والاهلي عامل اداره السكاوتنج، اداره الاحصائيات، اداره مميزه جديده، ضربه معلم لامير توفيق وشطاره من امير توفيق اللي انتقل بهذه الاداره الى شركه الاهلي لكره القدم. اداره السكاوتنج دي بس جمله كده اعتراضيه، بتعمل سكاوتنج لكل اللعيبه اللي في مصر، بتعمل سكاوتنج لكل اللعيبه اللي في دوري ابطال افريقيا اللي ممكن انت تفكر في يوم من الايام انك تجيب لعيب من افريقيا صغير السن، تعمل سكاوتنج لكل بطولات افريقيا للشباب وللناشئين وما الى ذلك. وبالتالي كل ده موجود في الاداره دي. فامير توفيق جاي له كلام من اميان الفرنسي على موضوع بيتسو موسيماني، قال انا مش عاوز وبيع، وده اللي هيحصل خلال الاونه المقبله. اللاعب الثاني اللي والده كشف تفاصيل كتيره عنه هو احمد ياسر ريان. كابتن ياسر ريان قال ان الاهلي مش مهتم بعودته وهو عنده عروض اخرى اوروبيه وبالتوفيق. اما اللاعب الثالث ايضا هو محمود عبد المنعم كهرباء الذي لن يعود الى النادي الاهلي في الموسم المقبل في ظل وجود بيتسو موسيماني، اما ان يستمر في مسيرته الاحترافيه. انا شايف ان هو القضيه هتبقى فارقه معاه، يعني لو القضيه بتاعته مع نادي الزمالك حسمت مبكرا وانتهت مبكرا هو ممكن يروح اي دوله عربيه، فخلاص بقى موضوع العقوبه الماليه ديت والخوف من العقوبه الماليه ده انتهى، والناس تبقى عندها حريه في انها تتفاوض معاه وتشوفه وتشتري وتعمل، لكن العقوبه ده والازمه دي مخوفه الناس شويه. وبالتالي محدش بيتكلم في هذا الامر. محدش بيتكلم في مساله ان كهربا يرجع. انا بقول لك ان بيتسو موسيماني رفض عوده الثلاثي باجي، احمد ريان، محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا عنده دعوه بكره انه يتعشى مع المسؤولين في نادي بيراميدز. ممدوح عيد وعمرو بسيوني، هل هيلبي الدعوه ولا نتمنى نشوفه كده مع في استاد القاهره مع في وسط الاساطير وفي وسط الناس اللي موجوده بيدعم منتخب مصر في هذه المباراه المهمه. نشوف لعيب كبير يبقى موجود وبيدعم وبيساند وموجود في الملعب وما الى ذلك، لان لعيب زي ده كان في كاس العالم اللي فات وهو في هذه المرحله السنيه الصغيره محتاجينه جوه المنتخب، فهو بالتالي وجوده يعني يرفع معنوياته هو ويرفع حماسه هو. لكن للاسف الشديد جدا عدم مشاركته بانتظام مع النادي الاهلي ادى الى رحيله الى الدوري التركي، وتراجع مستواه في الدوري التركي، او ما بقناش نشوفه كتير، او ما بقتش العين عليه، او ما بقى يعني كده، حتى كروش ما حطوش مع اللاعبين المحترفين بحيث ان هو يبص عليه ويجيبه، لانه كان مكتفي بتريزيجيه وعمر مرموش، والتالت بالنسبه له كان رمضان صبحي، ولو فكر هيبقى الرابع بالنسبه له احمد عبد الهادي. فبالتالي هذا الثلاثي يرفض بيتسو موسيماني عودته للنادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه المقبله. هتيجي تقول لي لسه بدري على الدوري، اقول لك لسه بدري في مصر، لكن في اوروبا الدوري بيخلص في مايو او في شهر 6، وبالتالي صعب جدا 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 جدا